لفريق بتروجيت. كابتن هاني برحب بك في البدايه، مباراه كبيره امام النادي الاهلي طبعا، يعني زي ما بنقول نتيجه الدور الاول اكيد مؤثره على المباراه النهارده. النادي الاهلي خلاص يعني زي ما بنقول عامل حساب بتروجيت كمان بزياده، شايف المباراه ازاي وقلت ايه لعيبتك النهارده قبل المباراه؟ هو طبعا انا بسلم على كابتن هيثم، بقى لي كتير ما شفتوش، والاستوديو اللي هناك وحشني جدا، كنت بروح معاه كتير، وطبعا كابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح. طبعا ماتش كل اللعيبه بتحب تلعب قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي قيمه كبيره طبعا كلنا تربينا فيه. يعني نتيجه الماتش الاولاني كانت عامله زي لعنه الفراعنه بالنسبه للفرقه، خدنا كده اسبوعين اللعيبه كانت في حاله يعني حاله نشوه كده، خسرتنا ماتشين، لكن الحمد لله رجعنا تاني وابتدينا نعمل نتائج كويسه. لكن للاسف الفتره اللي فاتت عندنا حالات اصابات كتير يعني من اللعيبه الاساسيين، احنا هنحاول دلوقتي نرجع تاني للنتائج ونحاول نعمل نتيجه كويسه ان شاء الله، ونطلع لمركز اللي احنا كنا نطمح فيه ان احنا نبقى في المربع ان شاء الله باذن الله. تحيات كابتن هيثم السعيد لحضرتك والضيوف في الاستوديو، برحبوا بيك ولك مكان موجود في اي وقت، ونتشرف ان شاء الله في الاستوديو. اهم الكلام اللي قلته للعيبه النهارده قبل مباراه كبيره زي كده. بص يعني هو بس عشان فاضل دقيقة احنا ممكن نتكلم بعد الماتش، لكن اهم حاجة قلنا لهم ان الماتش زي ده بيبقى متابعة، يعني قناة كبيرة زي قناة النادي الاهلي بتذيعه، مصر كلها بتشوفهم، فكل واحد بيقدم نفسه، بالذات ان كل اللعيبة اللي موجودين عندنا صغيرين في السن كلهم 21 سنة 22 سنة، فيعني احنا بنقدم الحمد لله لمصر تيم محترم خلال السنتين ثلاثة جايين هيبقى له مكانة كبيرة بإذن الله. أخيرا وسريعا كابتن هيثم بيسألك عن إصابة المحترف الكونغولي النهاردة. هو الحقيقة يعني المحترف العراقي خف وهيلعب النهارده، انما الكونغولي وهو يعني قوه ضربه جدا معانا، هو اصابته ان شاء الله نتمنى ان هو يلحق ماتش الزمالك يوم الاثنين، هو عنده سبرين انكل، نتمنى انه يلحق يوم الاثنين ان شاء الله. شكرا كابتن هاني. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن هاني صالح.